ونقدس حياتنا ربنا. حياة الشكر الحقيقة، يعني أنا بشكر ربنا أولا أنه في أمريكا فيها عيد اسمه عيد الشكر، ده دليل قاطع لوجود الله في أمريكا، والله موجود في كل مكان. ومعنى أنه الله موجود في كل مكان معناه أنه الله حافظ اللي عايشين في هذا المكان، فاحنا عايشين في حمى ربنا. حياة الشكر أول حاجة يا أحبائي تدي الإنسان الرضا، الرضا الكامل بوضعه الحالي. حياة الشكر دي الكنيسة وضعتها في مقدمة كل صلاة، نشكر صانع الخيرات لأنه حفظنا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة هو أيضا إلى آخره. والجميل في الشكر أنه الكنيسة يعني خصصت في صلواتها السبعة صلاة الشكر، فإذا إحنا نشكر ربنا، إذا ما كناش نشكر ربنا نبقى مقصرين. وإذا شكرنا ربنا تنقلنا لحياة التأمل. التأمل فين بقى؟ هاخد في التأمل أنا خمس نقط، وهاخد من فوائد التأمل يمكن تقريبا حوالي 10 نقط إذا سمح الوقت نقدر نقولهم، لكن نتكلم عن التأمل. إيه نوع التأمل اللي أنا بتأمل فيه؟ أول حاجة لازم أتأمل في كلمة الله، كلمة الإنجيل. الإنجيل ده لو في يوم عدى عليا ما فتحتهوش ضاع اليوم، صدقوني ضاع اليوم. وسيدنا البابا يقول يعني اليوم اللي عدي منك ده، البابا شنو ده طبعا انه كلامه يعني هو ما زال في قلوبنا، اذا عدى اليوم منك من غير ما تستفيد لا تحسبه من ايام عمرك. وانا استفيد ازاي؟ هستفيد بالناس بايه؟ هستفيد بالناس بالكلام، هستفيد بالناس بسيرة فلان، وهستفيد من الناس يعني ايه هستفيد من الناس؟ يعني الكتاب بيقول عليهم الجميع فسدوا وزاغوا وعوزهم مجد الله، ثق تماما. يعني الإفادة هي في الإنجيل من ربنا، كلمة الله لما أنا بتأمل فيها كلمة الله حية وفعالة وأقوى من سيف ذو حدين. فهل أنا كلمة الله في حياة الشكر دي بشوفها كل يوم، ولا لما بصلي قدام ربنا بصلي كده يعني كمان يكون يعني واجب؟ هل أنا بتأمل في كلمة الله؟ كلمة الله ربنا يعني يشوفوا الكنيسة وجمالها وحلاوتها في شهر نوفمبر اللي احنا فيه ده، يعني يعادي البابا وياخد جزء من هطور. كلمة الله ربنا ما سهلنا في مثل الزارع في لوقا 8، خرج الزارع ليزرع، ده في أول في ثالث أسبوع في بابا، الأسبوع الرابع من بابا، الأسبوع الأول من هطور، برضو في متى 13 خرج الزارع ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض حبوب على الطريق، جات الناس ودسته، وسقط بعض آخر على الأحجار على الأرض المحجرة، وسقط آخر على أرض الشوك، وسقط آخر على أرض جيدة. اللي دسته ده طبعا دي بيقول اللي بيتأمل في كلمة ربنا بيقول إنه الزارع ده مين؟ هو الله. والبذور هي مين؟ كلمة الله. لا، كلمة الله. البشر هو الأرض، الأرض احنا كلنا أرض واحدة، كلنا بشر، كلنا لنا قلب، بس في قلب يختلف عن قلب، وفي أرض يختلف عن أرض. أرض الطريق ده اللي ماشي كده ماشيها كده، يلا يوم الله يعني الله سيبك يا راجل، ايه ماشي وخلاص، ودينا احنا مش عارفين أرض الطريق والناس وجاءت طيور وأكلته. الأرض المحجرة اللي هم مثيلهم الكتاب بالناس
اللي بيسمعوا الكلمة ويتأثروا بسرعة في الكلمة وتنمو الكلمة في لحظات سماع الكلمة، يطلعوا من المكان اللي سمعوا فيه ما فيش عمق في الأرض ده في القلب، ياخدوا بعضهم ايه والكلمة تنتهي وكأنهم ما سمعوا، سمعوا من هنا وطلعوا من هنا. النوع الثالث أرض الشوك، اللي هو بيسمع بالكلمة ويتأثر بيها والشوك بيطلع بيخنق الكلمة. مثل الشوك ده هو عبارة عن ايه؟ هي المشاكل والمتاعب والظروف اللي بيحدث فيها الإنسان والأمور اللي أنا بحملها لغيري، ده ايه اللي حصل معانا كده كده، تطلع الكلمة وتموت. لكن الأرض الجيدة اللي هي بتجيب 30 و60 و100، ده هو قلب الإنسان وده كله يمثل الإنسان. يبقى إحنا أرض في قلوبنا، البذور اللي بتنمو هي كلمة الله، والزارع هو الله. الله بكل يوم يا أحبائي بيزرع، خرج الزارع ليزرع وفيما هو يزرع. يا ما الكنيسة فيها وعاظ وفيها أباء بيكلموا وفيها خدام بيكلموا، وده كله ده زرع، كله ده زرع. الله بيزرع كل يوم كلمة، لأنه الله يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. نوع التأمل الثاني في حياة القديسين، أنا قلت أول 5 حاجات: التأمل في كلمة الله، في حياة القديسين، في الطبيعة، في الكائنات، في العمل الصالح. حياة القديسين، لما تأملنا في حياة القديسين، لكل ده أنا بقوله ليه، يعني خدت الموضوع ده كده على أساس ده يبعدني عن الخطايا اللي أنا برتكبها ومش بحس. يعني ممكن إيه الخطايا اللي برتكبها ومش بحس؟ هقول لك أنا ممكن، هقول لك أنت برضو ممكن. طب هو يعني الدياكون حنا ده جاب لنا أبونا دلوقتي طب ما الكلام اللي قاله ده أبونا ما احنا عارفينه، طب ما دي إدانة، إدانة فكرك. هو ما جابش حاجة جديدة يعني، هو جاب إيه يعني ويقول لنا يعني؟ طب ما الكلام ده احنا عارفينه، دي برضه دي إدانة. شوفوا بقى التأمل، الناس بتتأمل من أجل خلاص النفس. الإنجيل اللي احنا بنسمعه كتير قوي ونسمعه، سمعنا كذا مرة: أن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واتبعني. سمعناه كم مرة العبارة دي؟ إن لم يكن عشرات، مئات، إن لم يكن آلاف، على حسب سني أنا مثلا. كم مرة بروح الكنيسة وكم مرة بسمعها وكم بوعظ عليها؟ طب أنا عملت إيه؟ ولا حاجة. لكن شوفوا بقى الكلمة دي اللي بيتأمل في حياة القديسين لما سمعها، واحد زي الأم تونس، الله نور عليك يا أختي، مش هقول يا ماما عشان يعني ما تكبريش ولا حاجة. بيقول لك الكلمة دي ما نيمتش أنطونيوس، ما نامش، راح الآن الآن. لا طب ولا ده ربنا يقول الكلام ده، وإلا الكلام ده يعني ما كانش صحيح، يعني ده يبقى كذب وحاشا ربنا يكذب. لا 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 لا، أنا خلاص أنا عايز يعني أسير في حياة الكمال. باع أمواله، باع ماله، وكان يملك يعني حاجة كتيرة مش صغيرة، في بلد في قمن العروس في بني سويف اللي يعني يسمع عنها فيكم، كان عنده 300 فدان من أجود الأراضي، لغاية النهاردة يقولوا إيه أرض الأنبا أنطونيوس معروفة يعني. وباع ونفذ الكلمة وعاش في معيشة مع ربنا. يعني الناس اللي بيسمعوا الكلمة وبيعملوها يعملوا بيها، دولة اللي هم القلب النقي الصالح اللي بتثمر فيه بذرة كلمة الله. نبص مثلا عندنا مثلا قديسين بنذكروا مع الأنبا أنطونيوس، بس الأنبا أنطونيوس يعني بيتذكر في اللي هو بنشتي أف أنطونيوس نمبسمي أفا بابلي في المجمع، لما بنشتي يقولها الشماس. لكن ماكسيموس ودوماديوس ده أولاد ملك، برضو سمعوا الكلام ده وتأملوا فيه وعرفوه جدا وحفظوه جدا وحبوا نفذوه، وقالوا طبعا ده خلاص
كانوا ماشيين لغاية ما جاب مصر وقالوا عندكم هنا في مصر مين يعني أعظم واحد والأكبر واحد نقتدي بيه؟ قالوا عندناش إلا أبو مقار الكبير. راح لأبو مقار قالوا إحنا بصراحة يعني كلام سمعنا كلام ربنا وجايين عايزين نعيش لربنا. قال لهم ما ينفعش، انتوا ملوك وولاد ملك وحياتكم يعني تي رفاهية، ما تقدروش على حياة الرهبنة. قالوا بس انت جربنا، انت ادينا يعني واجب وجربنا. قال لهم طب خلاص خدوا ادي المزامير وخدوا ادي الانجيل وقعدوا اقروا واحفظوا، دي اول حاجة اقول لكم عليها وانا هاجي بعدين اشوفكم. شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ما سمعش حاجة عنهم، عدت سنة قال لما أروح أشوف الأولاد دول إيه أخبارهم. راح لقاهم قاعدين كويسين، إيه يا أولاد؟ قالوا كويسين وعايشين. طيب عاملين إيه؟ إحنا ماشيين حسب تعاليمك ووصاياك اللي قلت لنا عليها. طيب قعدوا كده، طب يلا بينا ننام وناموا. أبو مقار عامل نفسه نايم يعني عايز يشوف دول بيعملوا ايه بالليل. الكبير قال للصغير كده حركة يلا بينا نصلي. قاموا صلوا. أبو مقار كده بص لقى الواحد طالع من بقه عبارة عن نور، نار نور لفوق، وشاف ملائكة طالعة وملائكة نازلة، وشاف شياطين برضها بتقاوم. قال الله الله ايه ده؟ ده أنا اللي اسمه أبو مقهار اللي دول أولادي، أنا ما حصلش كده معايا، إزاي الكلام ده؟ وصباح الصبح قال لهم يا أولادي أنتوا يعني عايشين إزاي؟ قالوا إحنا عايشين زي ما أنت شوف بنقرا الكلمة اللي قلت لنا عليها، ولسه جايين نسألك في الحاجة التانية هنعملها إيه؟ لسه ما خلصناش الدرس الأول. حياة تأمل في حياة القديسين هتدي للإنسان راحة راحة وفكر طاهر نقي. لا أفكر في ده عمل إيه ولا ده جاب إيه ولا ده راح فين ولا ده عمل إيه ولا دي عملت إيه ولا دي سوت إيه. على الأقل هعيش في فكر حياتي حياة سمائية في داخلي أنا، حتى نعم عدم الإدانة. يعني ما هنا الفكر ده أنا ما هو في فكر يا أحبائي الإدانة دي بيبقى في بالفكر وفي بالحواس الظاهرة. يعني أنا ممكن أدين في فكر وفكر هنا جوايا ما طلعش راح لحد، لكن المشكلة فكر اللي في داخلي اللي أتحاسب عليه مش هيكفيني إن أنا أتحاسب عليه والدين بس لوحدي. لا ليه؟ طب ما انا اشوف دي يكون حنا كمان انا هتردش معاه واتكلم معاه وادين حد تاني واقول له فكري، وكمان اذا كان استجاب هو لفكري هو كمان عنده برضه يعني حصيله تاني هيديني برضه هو على واحد تاني، وانا كمان هرد عليه هديله على واحد تاني اقول له يا ده انت ما سمعتش بقى، استنى بقى خد الحته دي، واروح انا ايه نازل بقى واقعد اشغل تليفوني ان كان ان كان بقى يعني الحاجه اللي انا بقولها دي يعني اتذبحت ولا لسه هذبحها ولا ذبحتها، عايز اسلخها وعشان اسلخها عايز املحها وعشان عايز املحها عايز اعلقها، حكايه حكايه طويله وحكايه كبيره جدا. صدقوني في مره قريت انا على الادانه يعني واحد راهب بالفكر كان ماشي في الصحراء وبالفكر هو أدان واحد من الرهبان. هو كان حياته كلها يعني ما فيهاش ولا حاجة، هي مرة واحدة بس يقوم يلاقي نار جات وهبت عليه. الكلام ده في التاريخ اللي في بستان الرهبان، والنار يعني شعوطت خدت حجاب عينيه، والإنسان لما يحلق حواجبه بيبقى شكله وحش. يمكن الحاجات دي جربوها الستات، يعني إذا كان لما واحدة عايزة تعمل حواجب صناعية بتشيل الحواجب دي هتبص
نفسها في المراية مش هتعرف نفسها تقول الله هو أنا ده كده برضو، تبدأ بقى ترسم بقى كده. فهو طبعا عاش كده من دي لحظة يعني جات له كده، وراح الدير بقى واتقابل معاه باعترافه، بقول له يا أبي مالك امال كده، ما انت كنت ماشي كويس وحلو، ايه اللي حصل لك؟ قال له صدقني يا أبي ما في ولا حاجة حصلت، ولا ما اعرفش ازاي دي جت نهر كده وراحت هبت على وشي كده وعملت كده حرقت حجاب عيني. قال له طب انا عايز اقول لك حاجة، انت وماشي كنت بتصلي بالمزامير؟ قال له صليت. قال له بعد ما صليت اتأملت في حياة قديس من القديسين ولا؟ قال له بالعكس، انا مسكت فروة ابونا فلان وفكرت فيها وانا ادنته في دماغي. قال له بس بقى حبيبي هي دي ربنا عطالك درس، بقول لك ما تدينش حد، اوعى تفكر في حد ولا تدين حد ولا تتكلم على حد تاني. انا طب اعمل ايه دلوقتي عشان حواجبي دي كده تطلع منظري كده قدام الناس يبقى ايه؟ قال له خليك في قليتك لغاية ما تعيش حياة التوبة وتحس ان ربنا رضى عليك، يطلع لك شعرك تاني وتطلع تاني. وفعلا بتبقى دروس يعني قوية قوية. واحنا المشكلة ان احنا رئيس هذا العالم ده هو بيشن حرب داخلية على أبناء الله، ومعروف إن احنا أولاد ربنا، كلنا احنا جايين هنا في كنيسة وقاعدين وفي وقت وبنسمع وبنصلي أولاد ربنا. يوم هو يعمل ايه عشان يخلي البذرة اللي زرعت دي يعني وحتى ولو نمت يقوم يخنقها يطلع لها اللي هو يعني تلف حوالين الزرع ده علشان يميت الفكرة. فإذا يا أحبائي خطية الإدانة دي خطية كبيرة جدا صعبة. أقول لكم صدموني يعني أنا يمكن لو أقدر أخلص النقطتين الثلاثة الباقيين عشان موضوع الإدانة ده ما أعرفش دخلت فيه إزاي أنا كده لوحده، ده صعب قوي. فمرة مع سيدنا البابا شنود الله ينيح روحه كان بيدرس لنا في الكلية الأكتريكية، وخلص الكلية معانا وعمل معهد نقعده معاه يعني يكلمنا. وجاء كده في يوم انه هو يعني عايز يعلن على انه هو رئيس مجالس الكنائس في الشرق الأوسط، ويعني اتفاق الكنائس ورشحوه وخلوه رئيس، فعايز يعلن. فرح للأهرام رفض يعلن، وراح للجمهورية رفض، وراح الشعب رفض، وراح للطبع. فقلنا له يا سيدنا طيب واحد يعني منين؟ قال له يا سيدنا كان رحت الوطني. قال له يا ابني وطني رفض. قام رد عليه قال له ايه؟ اخص على وطني. بنقولها كتير احنا، اخص على وطني. شوف رد البابا قال له يا ابني تعود في حياتك لا تدين احد. قال له سيدنا انا ما دينتش حد، انا بقول اخص على وطني. قال له وطني ده مش في ناس شغالين؟ مش في بني ادمين يا حبيبي شغالين؟ لا لا لا. وقال عباره البابا قال انا في حياتي ما دينت احد ولا فكرت ان انا ادين احد، حتى لما يكون في مخالفة كنسية بديها للمجلس الأكليريكي اللي هو يحكم فيها وأنا أشوف بقى طريقة الحكم. وقلنا طبعا يا سيدنا ده انت الكلام ده كان بعد عودته من التحفظ. طيب يا سيدنا انت على فترة كده وعمل معاك السادات قال يعني يصدقوني أولادي، ما فكرت في يوم ان انا ادينه ولا دنت احد. وتصوروا انه كانت الدولة امن الدولة حطت له جهاز تصنط مداه 50 كيلو وبالذات للبابا شودة عشان يسمعوا كلمة منه قالها ادانة لحد ابدا. علشان كده الحقيقة يعني قدر هو يعني يعيش في ايامه في هدوء وفي سلام رغم الزوابع.
احيانا احنا بنيجي نعترف، وفي اعترافنا طبعا احنا مؤمنين بسر الاعتراف، مؤمنين بالتناول، لانه يعني ربنا طبعا ما دام انا بعترف خلاص سمح لي كل خطاياي، ولما انا يعني اخذ التحليل خلاص يعني بقيت خلاص خطايا كده يعني ما فيش. اجي احيانا لما اجي اعترف انا واعترف ضمنا بلف انا بلف حوالين الموضوع، لكن ما بقدرش يعني اقول لابونا ابونا ده انا اتكلمت على فلانه وسبب الكلام ده اتسمع وسبب لها تعب وانا تعبت من الكلام ده، او انا ابونا اتكلمت على فلان او فلان قال علي كلام وانا تعبت، وبعدين يا ابونا انا بنام تعبان. انا منتظر طبعا المشهورة بتاعت ابونا والكلام اللي بيقوله ابونا. احيانا ابونا بيبقى رافع قلبه وبيصلي مغمض عينيه، مش غير بس حواسه سامع، بيطلب من ربنا المشهورة، واخد الكلام من ابونا واقوم يعني بالظبط زي اللي سقط على ارض الطريق وداسته الناس ونسيت كده وخلاص. في نوع برضو تاني احبائي سامحوني يكون غاطس او معنى صح غارق في الإدانة ويجي يتناول ويعتقد انه بالتحليل اللي ابونا هيقراه له خلاص خطاياه غفر. لا طبعا ده كلام صعب. المفروض والكلام ده قدس البابا يقول لك ايه، لا تغفر الخطية الا التي يعترف عليها صاحبها. يعني المخطئ هو بيعترف واعترف صراحة. يعني مثلا مرة ده انا بقول حاجات حصلة بعرف، مرة عندي خادم في الكنيسة، وبعدين خادم ده تعارك مع مراته. الله اعلم احنا عندنا ضرب مباح في مصر، يعني تتكلم تختخ على طول اسكتي ما فيش يعني، لكن هنا يعني على راي سيدنا البابا قال لك بس تبص له بالعين كده هو خلاص يعني بقى خلاص. فقالت طيب انا هشتكيك لابونا غاص. طب تعرف رد عليها ليه؟ الله ينعل ابوك وابو ابونا غاص. طبعا هو حسن هو خطأ وغلط، فتأسف جدا وتندم وجاني الحقيقة. قال لي انا ابونا يعني انا بعترف عندك، مش اقول لك انا غلطت ولا شتمت حد ولا غلطت في حاجة، الامر يا ابونا حصل وحصل، ضربت مراتي وقالت لي وانا قلت لها. قلت له طيب يا حبيبي ماشي، انت اولا يعني ندمت على الكلام اللي قلته؟ قال لي اه. قلت له سيبك مني انا ولا ابويا، سيبك مني. قال انت مع مراتك يعني سامحتها من الداخل وبقيتوا انتوا مع بعض؟ قال لي خلاص انا فعلا ندمت وقلت لها انا غلطت ومش هتحصل مني الحكايه دي تاني. فاذا يا احبائي ما دام يعني احنا عايشين مع بعض، المفروض عيشتنا مع بعض تبقى كلها إنجيلية، عيشة إنجيلية. إنجيلية يعني النهاردة الكتاب المقدس بيكلمنا عن كل حاجة. يعني بولس الرسول بيكلم أهل فيليبي بيقول لا تغرب الشمس على غيظكم. طب دلوقتي أنا لا تغرب يعني خلاص قبل ما انتهى اليوم، ما انتهاش اليوم وأنا في غيظ ونمت، هتكون أحلامي إيه؟ أحلام مزعجة. إن لم يكن مزعجة يمكن فيها كوابيس، في نفس الوقت في أفكار، في إدانة. لكن الإنسان اللي أحبائي اللي هو يعني ليه عشرة بربنا في 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 حياة الشكر، ما دي برضه تدخل من حياة الشكر. النقطة الثالثة حياة التأمل في الطبيعة. نتأمل في الطبيعة، يعني نقول تأمل ربنا قال لنا، هو قال لنا تأملوا، قال لنا تأنبوا تأملوا زنابق
العقل، لا شوفوا بقى ولا سليمان في كل ملكه يلبس كواحدة منها. شوف بقى أنا بتمسك كده حتى السنبلة بتاعت القمح تلاقي فيها، أنا أصلي فلاح وصعيدي، هتمسك السنبلة بقى كده هي طالعة في الأول كده تلاقيها فيها أصفر وأحمر وأخضر، ألوان الطيف، ألوان الطيف. كمان حاجة تاني يقول لنا إيه، تأمل تأمل، بس هنا في عبارة صعبة بقولها، أيها الكسلان. تأمل إيه؟ تأمل النملة. شوف النملة، يعني في مرة البابا شنو ده أنا نايح روحه بقول لنا إيه، أنا وفي الدير كده وقاعد كده عاطي ظهري لله كده بتأمل كده، لقيت نملة طالعة تطلع فوق الرمل، تطلع تطلع قبل ما تحصل النهاية كده بشبر، تروح وقع تاني على الأرض، وتروح طالعة تاني 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 تاني، وتروح طالعة في الأرض. وبعدين هي كان عرفت إيه، إن هي شايلة حاجة في بقها، فخففت الحاجة اللي في بقها عشان كانت تقيلة عليها، لغاية راح ما طلعت بيها فوق وركنتها في العشها ونزلت تاني جابتها. يعني حياة الحقيقة، حياة إنجيلية أظهرنا ربنا في داخل الإنجيل، نقدر نعيش في حياة الشكر. النقطة الرابعة، احنا قلنا دلوقتي ثلاث نقط، النقطة الرابعة، طب قلت ايه انا فيها النقطة الرابعة؟ حد فكرني؟ نتأمل في الأمور الصالحة. اسعوا كما يحق للدعوة التي دعوتم منها بكل تواضع القلب ووداعة، وكونوا محتملين بعضكم بعض مسرعين في وحدانية الروح برباط الصلح، لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحدا وإيمانا واحد ومعمودية واحدة. هل أنا أحبائي يعني فعلا أنا عايش في هذه الحياة ولا طيب إذا كنت عايش يبقى خلاص بسلك كويس ونشكر ربنا، لكن طب لو أنا يعني كده في طريقي يبقى حلو برضو ماشي، لكن لو كنت أنا بعيد عن هذه الحياة يبقى إيه قيمة حياتي؟ هاكل واشرب وانام، لا ملهاش قيمة. ده المفروض أنا أسعو، يعني في سعاية، المفروض أنت وأنت وأنت وأنا نكون مبشرين باسم الرب يسوع المسيح، ونشكر ربنا أنه إحنا في بلد في ملء الحرية. يعني النهاردة لما تطلعي في الشارع وتتكلمي على اسم المسيح وتصرخي وانت بتكلم في أي مكان، حدش يقولك انت بتعمل ايه، ما حدش هيقف قدامك ويقولك انك انت بشرب المسيح. طب تعرفوا بقى من الحاجات المحزنة، هو في ضابط يعني هنا كان أمن دولة كلكم تقريبا تعرفوه، لأنه كان ساكن في منطقة وعزل في منطقة تانية، ونشكر ربنا انه يعني بقى يعني تعمد وبقى مسيحي وسعى للدعوة وكان كويس. من ضمن كلامه معي بيقول لي تصور يا ابونا، في التعليمات الداخلية على انه كل من يبشر باسم المسيح يعتقل. اقول له الله، طب امال اشمعنى احنا محدش جالنا عشان يعتقلنا؟ قال ما عدا الكهنة، ما عدا الجلابية السوداء محدش يقدر عليها، لكن الخدام اللي هم بيخدموا باسم المسيح واللي بيعملوا اجتماعات بمجرد ما نسمع عليهم بنروح نقبض عليهم على طول. ده عندنا، احنا عندنا في مصر، لكن هنا مفيش، هنا تتكلم زي ما انت عايز وتبشر زي ما انت عايز وتخدم زي ما انت عايز. ويعني الحقيقة يعني نشكر ربنا انه النهاردة القنوات الفضائية اللي دخلت كل البيوت بتعتبر دي كلها كنائس وبتخدم الناس كلها، فانا ممكن انا اعيش. طب ازاي يا ابونا الكلام؟ قال ايه اللي ازاي ده؟ ده المسيح قال اسعوا كسفراء، اسعوا سفراء عن المسيح كأن الله ايه يعظ بكم. يعني انت عظة، ممكن ما تتكلميش، ممكن ما تتكلمش، ممكن ما نقعش في خط الإدانة، لكن تصرفي وأعمالي توريني للناس، تعرف إن أنا
رسالة حية. ده قديما كان أيام الوثنية لما قابل واحد هادي كده ما اتكلمش من الوثنيين يقولوا له ايه انت لازم قابلت النهاردة واحد ايه واحد مسيحي.